اكتشاف جغرافيا الجزائر. المدينة اللي رايحين لها كانوا يقولوا عليها بوابة الصحراء، كاين أيضا يسميها بلد السعادة. التاريخ كانت مليحة والتضاريس بدأت تختلف على واش كنا نشوفوه في الشمال. بقينا غير هذا الجزء الصغير اللي نقطعوه في أقل من ساعة ونوصل المدينة اللي رانا قاصدينها. قولوا لي عرفتوها؟ والله مازال. كي بعد ما مشينا ومشينا وزدنا مشينا طاح الليل، غربت الشمس، منظرها كان جميل. يا بدقة عرفت وين رايحين؟ دالي على بالك، ما حبش يقول لي وين رايحين. صح المدينة اللي رانا فيها دوك اسمها؟ انا بوشهادة باين. جيتها قبل؟ جيت. حضانا دخلنا الفندق وبشرنا في الحجز، لكن خرجنا مشكل ما حسبنالوش. لكن المشكلة ما عندوش بطاقة، ما زالش مع كارت ناسيونال تاعو. ديما تعرقين. لقينا في الطريق هزيناها لا غالب، انا شناو فيه وش يديروا؟ يبعث لنا فوطو في الواتساب. هي خلاص. تراكا. اجاد البطاقة تاعو. انا 21 معايا قدام بعضها. بسم الله. غرفتنا ما كانتش بعيدة على غرفة الانسبكتور طاهر. تاك باس، هاد الباس. ايوه. شحال شويه تو. تفضل. وين هذا الديب؟ طاح غير باش تمشي و طاح كيما تحب. شك حايب. طاحت البويرة. شوف موك بيبوك و تفرون بوا. خرج في كوار. شوف راني دوكا. والله الله الشاهد اللي هنا شوف دوكا راني. سبحان الله. واش تقول ناس البويرة؟ بيب خبيب. رحلة طويلة اليوم. اليوم مغامرة شيخ. يا درو شحال يديروا لنا؟ انا نقول شخشوخة. نقول صفيطي. كيف كيف؟ المهم نتعشاو. ما لقيناش اكلات تقليديه في هذا الفندق، لهذا غدوا نهبطوا نشوفوا بعينينا كيف يطيبوا الشخشوخه. ايوا الصفيطي. الصفيطي باينه. غدوا ان شاء الله عندنا برنامج راح يطيبوا لنا الصفيطي. وهكا كان اول منظر تاع المدينه في الصباح. نزلنا افطرنا كرواسون كلينا وجدنا امورنا باش نبداو الاستكشاف. نبداو نهارنا جديد من هذه الواحه الجميله، الهواء نظيف على الصباح. عبدقة قول لي انت تعرف بوسعاده شويه؟ صح. اش فعل درك واش فعل مات كي راه نكملوا الفيديو؟ أيوة. المعلومات اللي راح نهزو ندخلوا تحت نغوصوا. اي والله نغوصوا درك على مغوصوا. هاي اصبر. لا اصبر. صح. واش رايك في المكان هذا؟ شغل راك فيه واحه مخلل شجر بيسينا في الوسط خاص غير التمرن. هذه اول مره تكون فوتال كيما؟ اول مره فوتال كيما هكذا بتاعت خلصت انا شدغني ما بغير صوباج. واش لقيت في الفريزر؟ صبت قرعه ماء وقرعه جوج صغيره وقرعه كاع جوج بات لك شي واحد نساهم. انا في اندونيسيا لقيت الجوز واللوز كليتهم ومن بعد لقيت بلي هذوك بالدراهم. خلينا نروحوا نبداو نهارنا باش نكتشفوا بوسعاده. صباح الخير. بداية المشاكل. السيارة ما حبش تنوض لنا. والو. هيا من بعد خليتها ريحت شوي وبعد ربع ساعة ناضت. أفضل حاجة نبداو بها هي وسط المدينة. قالوا لنا كاين حاجة لازم تجربوها على الصباح في بوسعادة. مرحبا بكم في بوسعادة. مرحبا بكم في مدينة بوسعادة. أول مكان نبداو به هي القهوة هذا مقهى النسيم. التاريخ نتاعها من 1914 وكانوا هنايا الأبطال المجاهدين كذا خدمت معاهم. فيه قهوة الجزوة معروفة هنا بوسعادة لازم كي تجيو تجربوها. زعما شوف ضرب في الأتاي على الصباح. الصحة. الله يسلمك. الصحة ولهنا. أهلا وسهلا. قالوا لي عندكم حاجة ما كانش في الجزائر. كاين. قهوة تاع الجزوة هذا. يا راه. هذا الجور هذا فيها اعشاب محليه هنايا تاع المنطقه تاعنا تاع بوسعاده. أيوة. الاعشاب هذه تنوض في المناطق الساهليه او المناطق شبه الصحراويه. شغل دواء تيزان. في نفس الوقت دواء في الشتاء. واش من وقت تشربوها هذه؟ نشربوها في كل وقت الصبح على العشاء. نجربوا الجور اول حاجه على الصباح. يبقى مخلط الاعشاب بزاف. فيه الشيح صح؟ فيه الشيح، فيه الجبل، فيه الزعتر، فيه العرعار، فيه عدة اعشاب. نسيت الطيف تاعي. يخا يخا. عطينا رايك فيه. وش حسيت في حسيت فيه شويه شيح؟ فيه 80% من اكل الجبل، فيه العرعار، فيه الزعتر، فيه عدة اعشاب طبيعيه. كنشوفوا القهوه تاع الجزوه كيفاش يحضروها. انا كل ما تنجبي كارون طوح نشرب القهوه. هي احنا نقولها جزوه، انتم تقولوا الزجوه. جزوه. 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 انا في الترك عشت طيبوها دائما خليها تغلي تغلي حتى تفيض. صح حتى تفيض. اصلها تركيه. في تونس يسموها قهوه الساده، فلسطين يسموها القهوه العربيه. صح. عندنا اكثر من قرن هم العائله تاعنا كل تخدم فيها ابا عن جد. ولات وراثه خلاها بيو وعمو وكذا ولات لي سي محمد هنا به التلوه تهبط تحت والقهوه تقعد من فوق.
قدامنا تخرج القهوة السريعة كافي فريز كيف كاينة قهوة جوز هذه التحضيرة تاع القهوة وكي ديرها في الدار مش كيما هنا ديروها تاع الطاوة ما تسعش كيما هنا هاي لي سبيسياليست خبروني في التعليقات إذا جربتوها من قبل ولا لا وما طول الناس بزاف حتى وجدت قهوتنا شحال السعر تاعها 30 دينار باطل زيد لها سكر ولا طول لا لا هي فيها السكر عندها قمشي كيما تاع القهاوي لا بصح حلوه حلوه مليحه مليحه انسان يجي هنا يتقهوى القهوه تاعهم على الصحه يعطيك الصحه بارك الله فيك لاحظت انه وسط المدينه مليان وفي نشاط كبير واش قصته يا ترى كانت هنا ملتقى تاع الناس التجار تاع المواشي كانوا يتلاقاو هنايا ويباتوا هنا هادو كانوا عباره عن بيوت الاستقبال يباتوا فيهم الناس يخلوا المواشي تاعهم يباتوا غدوه يخرجوا للسوق لانه منطقه بوسعاده كانت منطقه عبور معلومه جديده عرفتها انه المدينه كان عندها عده ابواب في الماضي كاين باب هنا اسمه باب المخفيات وباب منه اسمه باب رحبه البيض نقولها شارع المخفيات لانه عامين هي ما يبانش صح تلحق ليه باش تشوف المخفيات هنا هذه هنا اسمها ساحه الشهاده كان هنا مدرسة سيدي ثامر أقدم مدرسة هنا في بوسعادة عتيقة بزاف قرأوا فيها بزاف شخصية جزائرية الحلقة الجاية راح نغوصوا أكثر في تاريخ بوسعادة شوفوا تقاليدهم وأكلاتهم المميزة ولبسهم أيضا حبات زواي أيوة للبست لهذا أعطوني رأيكم في هذه الحلقة وش رأيكم تنتظروا في الحلقة الجاية